طبعا مجموعة السيتي يمتلكون من النقاط 5 نقاط، مجموعة تشيلسي يمتلكون من النقاط 7 نقاط، يعني مباراة عدت يا مشعل السبايسي، يعني حر واجد. اللي هيكسب يلعب النهائي يا عيال. عالمي هذا عالمي. يلا كمل لغايه ما ننزل. يلا اتفضل يا شباب. يلا فيصل معانا. يلا ابا مطر، حاسس ان انا كبرت 100 سنه، لازم نغير الوضع. مش هينفع. يلا يا عيال كابتن الفريق وين؟ تعال يا باشا عادي. انا ولا ملعب زي ما انت حق الباص التصوير كيف بس معاك الكوره ولا الملعب؟ ايش رايك؟ ها طيب يلا اتفضل. والله ليش لا يصير في عند الملعب نخسر وخلاص. احنا عندنا على 5، احنا نرجع للسيتي. يلا يلا ضار. يا قلبك عشت عزوز. عالمي غاصب تسجل. شوف انت وعزوز لو وصلتوا نهائي يا رجل. العب يا لعيب يا لعيب يا لعيب يا لعيب.